إذا المشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباس، هذا مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتعرفوا يوميا كنقولوا لكم الحصيلة اللي تسجلات ديال المصابين ديال كورونا. كما كتشوفوا اليوم أعلنت وزارة الصحة، يعني كيف ما كتشوفوا معنا اليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالي المصابين 77878 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 2484 حالة شفاء جديدة مقابل 26 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال نفس المدة ل 24 ساعة. ووصل عدد المتعافين من مرض كوفيد 19 إلى 59723 شخص، في حين بلغت حصيلة الوفيات جراء المرض 1453 وفاة إلى حدود الساعة. وتوهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. يعني كيف ما كتشوفوا معنا اليوم تسجلات 2157 حالة، يعني هادشي في 24 ساعة. دابا لحد الان وصلنا 77878 مصاب بالفيروس في المملكه المغربيه، والحمد لله تسجلات 2484 حاله شفاء جديده، كي للاسف تسجلات 26 حاله وفاه. الله يرحمهم يا ربي. يعني العدد ديال الناس اللي تشافوا من كوفيد 19 وصل ل 59723 شخص، والناس اللي توفوا الله يرحمهم لحد الان 1453 وفاة. نعاود نذكركم بالحصيله ديال 24 ساعه اللي فاتت. اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم الاربعاء 9 شتنبر عن تسجيل 2157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية المصابين بكورونا 77878 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 2484 حالة شفاء جديدة مقابل 26 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال نفس المدة اللي هي 24 ساعة اللي فاتت. ووصل عدد المتعافين من مرض كوفيد 19 الى 59723 شخص. يعني اسمحوا لنا كي تقطع لنا المباشر، يعني عدد المتعافين وصل ل 59723 شخص، في حين بلغت حصيلة الوفيات جراء المرض 1453 وفاة الى حدود الساعة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.